كما قلت سابقا، فالمغاربة أو المواطنات والمواطنون حضروا اليوم من أجل الاحتجاج بطرق سلمية، يؤكدون أن من حقهم كما من حق الآخرين إما أن يلقحوا أو أن يرفضوا التلقيح. الدولة تضيق على الخناق من منطلق القرارات اللا شعبية للحجر الصحي التي حدثت. فالحجر الصحي في دول تحترم نفسها وضع لحماية حقوق المواطنات والمواطنين صحيا، نجد في المغرب العكس هو الذي حدث. فهاته الحقوق تضرب باسم الحجر الصحي، الحجر الصحي تحول إلى حجر على الحقوق والحريات. نحن كحركة حقوقية نحضر من أجل دعم كل الاحتجاجات الشرعية المطالبة بإلغاء هذا الجواز، جواز العار، جواز الدل الذي أصبح هو البطاقة الرسمية للتعريف للمواطنات المواطنين بدل بطاقة التعريف الوطنية المعمولة بها. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.